مبادرة مجموعة لم الشم للتيار الإسلامي في الجزائر الجديدة، ما فيها وما عليها هو موضوع نقاش اليوم في ضيف الأخبار مع الزميل جمال ديمبوراس. أهلا بك، أهلا مساء الخير. خلاف، أهلا، مساء الخير مشاهدينا الكرام. إذن مبادرة لم شمل السياسيين الإسلاميين التي دعا إليها قادة إسلاميون سياسيون إضافة إلى جبهة العدالة والتنمية تأتي لبعث الأمل في لم شمل هؤلاء القادة السياسيين الإسلاميين الذين رغم مختلف المحاولات السابقة للم شملهم التي ربما لم تنجح، يعني ربما تأتي هذه المبادرة لبعث محاولة جديدة. هذه المبادرة تأتي مع تواجد مبادرتين سياسيتين حاليتين على أرض الواقع، وهما مبادرة تنسيقية الحرية والانتقال الديمقراطي إضافة إلى مبادرة قطب قوى التغيير. فما مدى نجاعة هذه المبادرة وما مدى يعني تجسيد أهدافها على أرض الواقع؟ إذن اليوم ضيفنا هو السيد محمد بولحية، رئيس حركة الإصلاح الوطني السابق. أهلا بك. وسهلا بكم. أهلا. إذا أستاذ محمد بولحية، أنت من بين القادة السياسيين الإسلاميين الذين عملوا على بناء اللبنة الأولى لهذه المبادرة، لكن اليوم السؤال كما قلت في البداية فيه مبادرتين، فيه مبادرة تنسيقية الحرية والانتقال الديمقراطي التي تنضم إليها معظم الأحزاب الإسلامية والشخصيات الإسلامية، كذلك فيه مبادرة قطب قوى التغيير، وكذلك فيه مبادرتكم الجديدة، والكل تقريبا لديه نفس الهدف، يعني وهو خدمة البلاد، يعني الحريات إضافة إلى التغيير، رسم مستقبل أفضل للجزائر وغيرها. يعني حتى هذه المبادرة تقريبا كما قلت لديها نفس الهدف، فاليوم ما الجدوى من مبادرة جديدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. شكرا لاستضافتكم إياي في هذه القناة. شكرا لك. أولا، لا تعارض بين هذه المبادرات، نحن نسعى إلى أن نحدث التغيير في الجزائر من أجل إقامة ديمقراطية حقيقية تنفع البلاد والعباد، ولهذا نرحب بكل المبادرات من أي طرف كانت ومن أي جهة جاءت. ومبادرتنا تختلف ربما عن المبادرتين، فمبادرة التنسيق هي مبادرة حاولت أحزاب المعارضة أن تسعى من خلالها إلى إقامة ديمقراطية حقيقية وتشارك فيها كل الأقطاب السياسية، ونحن كل الديولوجيات وكل التوجهات السياسية. أما هذه فلها سمة خاصة، وهي المؤمنون بالمشروع الإسلامي وبهذا في العمل السياسي. في العمل السياسي، نعم، بطبيعة الحال. ومن هنا جاءت هذه المبادرة. طيب، فما الهدف منها؟ يعني عندما يعني تريدون لم شمل كل هؤلاء السياسيين الإسلاميين، فما الهدف يعني؟ أولا، التيار الإسلامي مشتت الآن وفيه مجموعة من الأحزاب. نعم. نحن نسعى إلى لم شمل التيار الإسلامي ما أمكن، ثم أن الظروف التي تعيشها الجزائر ظروف صعبة، اقتصاد متهاوي، فساد مستشري. أنا أضرب مثلا فقط، عندنا 53 سنة في الاستقلال ما زلنا نستورد الحليب من الخارج. الجزائر مساحتها 2,300,000 وأكثر، هي الأولى على مستوى العالم العربي والإسلامي، وهي مرتبة العاشرة من حيث المساحة في العالم، ولكننا لم نستطع أن نكتفي في الحليب. نعم. طيب، لنعود إلى هدف المبادرة، هدف جمع ولم شمل الإسلاميين. قلت هذا هو اللي قلناه، من أجل لم شمل المؤمنين بالتيار الإسلامي، أن الجزائر تعيش ظروف صعبة، وبطبيعة الحال يعني عندما يعني تبادرون بلم شمل الإسلاميين تحت غطاء سياسي، فبالضرورة أنتم تريدون الوصول إلى الحكم. نحن نريد الوصول إلى الحكم، ولكن ليس غاية في الحكم. أنا شخصيا لو أن هذا النظام نظام راشد ونفع البلاد والعباد، والله لن أمارس السياسة أصلا. ما دمت تجد من يحقق غاية هذا الشعب
أهداف هذا الشعب، سواء أخلاقيا اجتماعيا اقتصاديا ثقافيا صناعيا زراعيا إلى آخره. لما تسعى لتشكيل أحزاب؟ ولو أنه يعني أستاذ محمد أبو الحياة الوصول إلى الحكم عن طريق عمل سياسي وأمر مشروع، وهذه هي يعني قواعد اللعبة. بارك فيك. طيب إذا هذه المبادرة هل ستغطى في يوم من الأيام بطابع حزبي؟ والله الأمر يرجع إلى الإخوة الذين اجتمعوا من أجل هذا الإعلان. نحن لا نريد أن نفرض على هؤلاء الإخوان حكما مسبقا أو صيغة معينة، بل ندع الجميع يشاركون في تحديد غايات هذا. هل يكون حزب سياسي؟ وإن كان في الغالب هو سيكون حزبا سياسيا، لكن في الغالب سيكون حزب سياسي، في الغالب سيكون حزبا سياسيا، لكن لا نريد أن نفرض يعني بعض الأمور مسبقا. نترك الأمر لهؤلاء الإخوة، هم الذين يخططون. لكنكم هل يمكن أن تثبتوا اليوم بأنه سيكون تكتل إسلامي وليس إسلاموي؟ والله هذه كلمة إسلاموي هي كلمة غربية، ونحن عندما نتحدث عن الإسلام في الجزائر نتحدث عنه كأصيل في هذا البلد، ولهذا هذه كلمة إسلاموية هي كلمة غربية تلقفها أذناب الغربيين ليضربوا بها الإسلام. لا مش هذا، مش كلام. نحن مسلمون، والشعب الجزائري كله شعب مسلم، وكل من وسم الإسلاميين بهذه السمة إسلاميون فهو لا يطعن في هذا التيار الإسلامي، وإنما يطعن في الجزائر. طيب نعم، نعود فقط سيد بولحية إلى المبادرة. يعني لكل مبادرة يعني سمات، أو لكل مبادرة يعني خطوط عريضة وتوقعات مستقبلية. هل تعتقد بأنه هذه المبادرة التي من المقرر أو من الممكن أن تغطى كما قلت قبل قليل بغطاء حزبي في المستقبل، أن تذهب في المستقبل مثلا إلى تزكية أو الدفع بشخصية معينة في مثلا الانتخابات الرئاسية المقبلة؟ هذا سؤال سابق لأوانه. إذا قلت لك نعم فإنني حددت مسبقا ما أريده. نعم، نحن لا نريد أن نسبق الأحداث، نحن نريد أن نشكل تكتلا إسلاميا من الذين يؤمنون بالمشروع الإسلامي، بالعمل السياسي الإسلامي، وبعدها هؤلاء الإخوة عندما يجتمعون سيقررون ماذا يفعلون. طيب أنا لا أريد أن أكون ناطقا رسميا عنهم، وإنما أترك. والغريب أن معظم هؤلاء الإخوة ربما من ضحايا جبل الله. والله نود أن نترك الماضي، ربما وأنت أولهم. أود أن أترك الماضي. شوف هنا أقول لك كلمة، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون الذين لا يعودون إلى الخطأ. طيب. نحن أخطأنا جميعا، كل ساهم في مثل هذا الأمر، لكن نحن الآن ندع هذا للماضي. طيب، وكما يقول ربما المعروف على السيد ربما جاب الله أنه يقول عفى الله عما سلف، هكذا نقول جميعا عفى الله عما سلف. سوف نعود إلى هذا الموضوع بعد قليل. أريد أن أسألك سيد محمد أبو لحية، هل حقا أريد طمر هذه المبادرة وهي في المهد؟ يعني سمعنا بعض القادة الذين حضروا المبادرة قالوا أنه أريد طمرها، يعني أريد تغطيتها، أريد وأدها وهي في المهد. والله أنا ما انتبهت جيدا لهذه الكلمة، وصاحبها هو المسؤول عنها. أولا المبادرة جديدة، من دون شك أن كل مبادرة ستتعرض لعراقيل، هذا لا شك فيه، هذه سنة الله في خلقه. ولكن ما المقصود بهذه العراقيل التي وقعت لها؟ هل في المراحل السابقة أم في هذه المرحلة؟ نعم. هذه هي بداية ما زلنا بعده. هذا وين كما يقولوا بالدرجة قلنا بسم الله. طيب
طيب فيه ربما موضوع آخر، لست أنا من أقول هذا، سيد جاب الله عرف عليه ربما بحب الزعامة، هل تعتقد بأنه السيد عبد الله جاب الله يمكن أن يمارس أو أنه ربما عمل على إيجاد هذه المبادرة من أجل ممارسة حبه للزعامة بطريقة غير مباشرة؟ والله ربما نقول لك موش هو اللي بادر بها، احنا اللي بادرنا بها وعرضنا عليه الفكرة فقبلها وأعلن بالأمس بأنه فرد في هذه الجماعة. طيب وإذا مارس الزعامة في هذه المبادرة؟ والله حتى يوصل هذاك الوقت يكون لنا حاجة. هو معروف بالزعامة ولا يرضى إلا بالزعامة؟ لا نسبق الأحداث يعني. هو معروف بالزعامة. لا نسبق الأحداث. أنت في رأيك هل يمكن أن يرضى جاب الله بدون الزعامة؟ والله هذا سؤال وجهه إليه وليس لي أنا. طيب سيد محمد بولحية، يمكن أن نقول بأن حركة الإصلاح حضرت البارحة يعني اجتماع هذه المبادرة على عكس ما قاله رئيس الحركة الحالي فيلا ليغويني؟ هما أفراد اللي من حركة الإصلاح وكثير منهم حضروا لكن مش الآن في حركة الإصلاح، اللي كانوا سابقا في حركة قدماء. الإصلاح قدماء الذين انشقوا بعد أن رأوا بأن حركة الإصلاح انحرفت وترشحت أرنب في الرئاسيات، فمنهم أنا الذي قدمت استقالتي وكثير من الإخوة استقالوا، إضافة إلى ربما مناضلين كذلك من حركة النهضة. نعم فيه لكن مو مش الحاليين الذين يمارسون، احنا كنا قلنا كل شخص موجود في حركة الإصلاح أو في حركة النهضة حاليا لا نذهب إليه ونقول أهلا بك في الله. نحن توجهنا للأفراد اللي خرجوا من هذه الحركات، ونحن ما وجهنا كلامنا للحركات، نحن وجهناها للأفراد، وحتى جاب الله نفسه هو فرد في هذه الحركة في هذا المشروع وليس باسمه كرئيس لحركة العدالة والتنمية. طيب لماذا برأيك رفض رئيس الحركة أو الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني الحالي الالتحاق بهذه المبادرة؟ والله الله أعلم، اسأله هو، أنا لا أريد أن أجيب عن طيب أمر لا أعرفه. في سؤال آخر كذلك أستاذ كنا تطرقنا إليه قبل قليل، أنت كنت من بين ربما أشد المعارضين للسيد عبد الله جاب الله، واليوم أنت بجانبه في مبادرة جديدة، فربما ما هو السر اليوم؟ السر هو أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالمصالحة والصلح خير، وقال سبحانه وتعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. طيب الناس اختلفوا في الأنفال في الغنائم، قال لهم ربي سبحانه وتعالى اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، ثم أن الطبيعة البشرية إذا تسمح لي برك الطبيعة البشرية هكذا، ربي خلق الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يأمرون، خلق الشيطان شر محض، وخلق الإنسان بين الخير والشر ويختبره الإنسان هل يعود إلى جادة الصواب أم لا يعود، هل نتصالح أم لا نتصالح. نحن لكن هذا في المعاملة ليس في السياسة، حكمنا في كل شيء، حكمنا هذه النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة وخضعنا لأمر الله وتصالحنا. طيب قبل أن نختم لأنه لم يبقى لدينا كثير من الوقت، هناك من يقول كذلك بأن هذه المبادرة يعني جاء بها عبد الله جاب الله وكذلك بعض القياديين الذين أرادوا إنهاء مسارهم السياسي بمبادرة كبيرة تليق بمقامهم السياسي وخبراتهم السياسية الكبيرة، ومن بينهم أنت ربما، يعني هما يعني جاءوا بهذه المبادرة بعد ذلك سينسحبون من العمل السياسي نهائيا ويتركون ربما المناضلين جدد أو حتى الذين يريدون البقاء في العمل السياسي. أنا شخصيا إذا حدثتني عن نفسي سأجيبك، أنا شخصيا جئت لهذه المبادرة لا لأتولى المسؤولية ولا لأترشح في البرلمان ولا غير البرلمان، وإنما جئت استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى وأصلحوا ذات بينكم، وعندما ينتهي الأمر ويجتمع الشمل سأترك هذه الجماعة، أساعدها إذا طلبت مني المساعدة وألزم بيتي. طيب سؤال الأخير لنختم سيد محمد بولحية، أتعتقد بأن هذه المبادرة يمكن أن تتجسد حقا على أرض الواقع
ويمكن أن نرى السياسيين الإسلاميين ملتحمين وفي شمل واحد. يعني تعلم أنه العديد من المبادرات السابقة فشلت، فكيف يمكن لهذه المبادرة أن تنجح اليوم يعني بتواجد كل المعطيات الحالية؟ إذا صدقت النيات وتركنا مصالحنا الشخصية وغلبنا المصالح الوطنية والدينية فإننا سننجح لا محالة. ما تعلقت همة ابن آدم بما دون العرش إلا ناله كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. السيد محمد أبو الحياة رئيس حركة الإصلاح الوطنية السابق، أشكرك جزيل الشكر على قبولك الدعوة. شكرا لك. الله فيكم أستاذ. تحية طيبة إليكم مشاهدينا الكرام، نهاية فقرة ضيف الأخبار لنهار اليوم، إلى اللقاء. شكرا لك جمال، وشكرا أيضا لضيفنا سيد محمد بولحية. وبهذا مشاهدينا نختم النشرة، وهذه أبرز عناوينها.